الوسط والجنوب الغربي، خاطر الرابطه نتاعنا تشمل 5 ولايات: القصرين، سيدي بوزيد، قفصه، طوزر وقبلي. حاليا ننشطوا 14 فريق، عندنا 6 فرق اخرين ما وصلوش باش يعملوا انجاجمون تو قاعدين نحضروا فيهم، اللي هما فريقان وسبير وويجر وكسر قفصه ومعرايس وتاب ولاد. هذول 6 جمعيات اللي مازالوا ما بحول الله تو نحاولوا نوجدوهم. كيف المجال التحكيم في خضم عام ومشكور سي فايد وسي عبد العزيز قاسم عاونونا باش كونا 8 حكام، وعندنا حاليا زاد كيف 8 اخرين باش نزيدوا نكونوهم. ان شاء الله من هنا لاخر العام يولي عندنا 16 حكم، وتولي عندنا شويه كبدايه كان عندنا صفر. عندنا جمعيات تدخل 14، اذا كان 16 حكم اي مولا نتعاون احنا وصفاق، احنا ما قلناش احنا وصفاق المطلوب منا هو وقوف البقيه، على خاطر احنا مازلنا كما تشوف الخيان كل اعضاء حاولنا باش يكونوا الفيان الكل من قدموا بالواحد بالواحد. شكرا. سيمونير من حاولنا باش يكون الاعضاء يغطوا ولايات الخمسه، على خاطر عاد وتعب نغطوا ربع مساحه الجمهوريه التونسيه على 21000 كيلومتر مربع، ما يعادل 1500 نسمه. التعطير نتاعنا يناهز قرابه 400 شاب، على خاطر كان ناخذ على اعتبار نقطه بورسونتاج 30% 400000 شاب مش حاجه كبيره. وبالتالي سي على ولايه سيدي بوزيد عندنا سي سيمونير، عندنا الان ضحى بن عبد الله من قفصه، الاخت هدى كيف من متوليها بال شو اسمه الاعلام، الاخت حكمه فرياني في الميدان كره اليد وهي بيدها ما زالت حين ما تنشر، سي منير سلطان بتاعنا تاع الماليات سي صلاح بن عمر المكلف بالتحكيم، سي وسام هو باش يسد لنا المكتب وباش يتفرغ على الخدمه تاعنا. عندنا غياب الاخ تلتحق بنا سي رضا من القصرين، وعندنا اخونا زاد كيف الشابي باش من توزر على ولايه توزر نظرا لبعض المسافه، واحد منكم ياسر من هنا سي كريم عمار، اظن الهيئه نتاعنا باكملها. معنا في الحقيقه كمكتب جامعي باش نبعثوا هالرابطه هذه، تعرف في 2009 وهي ابتداء الحقيقه للمكتب الجامعي السابق اللي انتمينا له بعض الخيال، كانت اقليم لينا بها اقليم وبصعوبه وحطيناها بشويه بشويه وصعشي شكري، واليوم اصبح رابطه واصبح يشرف على 14 فريق، وعام الجاي ممكن يكونوا 20 فريق ويغطي 5 ولايات. اللي عندها معناتها تعلق كبير بلعبه كره اليد، واللي ما امكنش في السابق باش تقولها ممكن ما توفرتش إرادة، اليوم الإرادة موجودة الحمد لله، وإن شاء الله هذا باش يكون عندها روحة كبيرة في المستقبل، لأنه الأمور هذه بالتجربة تعطي أكلها في 4 أو 5 سنين و 6 سنين القدام، حتى تسمعوا بلاعبين خرجوا بالربوع هذيك و تسمعوا بلاعبين خرجوا والانطلاقة تكون من بعد الهيكلة. هذه نمن كثير بالهيكلة والهياكل نتاع اللعبة، قد ما تكون اللعبة هذه عندها هياكل صحيحة تقف عليها موجودة في كامل تراب الجمهورية، قد ما تكون الرياضة هذه صحيح معناتها واقفة على ساقيها وتتواصل في التألق والنتائج تستمر في البروز إن شاء الله بقدرة ربي بفضل هالناس هذوما. تم ملاحظة عندنا سي دي ار، انا كنت عارف سامي